جود مورنينج كي جي، النهارده هناخد انجليش. عايزين الاول نحل مع بعض المراجعه دي. السؤال ده اسمه كومبليت. كومبليت يعني اكمل. اول لتر عندي في التوته اسمه لتر اي، اسمه لتر اي. طيب بعد لتر اي لتر بي، كان بيتكتب ازاي لتر بي؟ كان بيتكتب كده. عندي السطرين بتوعي اهو في الانجليش، بكتب على سطرين، بكتب من الشمال لليمين. اول حاجه بكتب واحد كده واقف، ودايره صغيره، نص دايره صغيره، ونص دايره كبيره جوه السطرين. ده الليتر كابيتال. طب سمول، واحد واقف ودايره صغيره بين السطرين. يبقى بعد لتر A لتر B، بعد البي C. السي كانت بتتكتب ازاي؟ نص دايره كبيره وما اقفلهاش، دي كابيتال. وسمول، نص دايره صغيره. يلا نقول الدوده كده بتاعتنا مع بعض، A B C. طب السؤال اللي بعده اسمه ماتش. ماتش يعني صغر. هوصل اللتر بالصوره. ده لتر بي، اخذنا من لتر بي من اصحابه بنانه. في عندي صوره بنانه، يبقى انا هوصل لتر بي بالبنانه. ده لتر سي، هوصل السي بالكات، سي كات. يلا مع بعض نشوف ايه اللتر اللي هناخده معانا النهارده. طيب فاكرين اغنيه الليترز احنا خدناها مع بعض؟ طب يلا نقولها مع بعض كده، A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. طب عرفنا اللتر اللي هناخده النهارده اسمه لتر. قبل ما نعرف اسم اللتر عايزين كمان نقول قصه عشان نعرف منها ايه اللتر بتاعنا. كان في بنت زميلتنا اسمها داليا. اسمها ايه؟ داليا. داليا دي خرجت مع مامتها في الاجازه، راحت المزرعه. وهي خارجه مع مامتها لبست درس. لبست ايه؟ درس. درس يعني فستان. فاول حاجه شافتها في المزرعه وهي ماشيه في الطريق، شافت ايه؟ دوج. دوج 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 يعني كلب. وكمان شافت ايه جوه المزرعه؟ شافت دك. شافت دك. دك يعني بطه. بعد كده داليا راحت ايه؟ راحت زارت جدها فين؟ في المزرعه، وقعدت عنده في الاجازه. طب عرفنا ايه اللتر الجديد بتاعنا اللي هو اسمه لتر دي. اسمه لتر دي. اسمه لتر ايه؟ دي. طب احنا اتفقنا ان كل لتر ليه الساوند بتاعه. عايزين نعرف الساوند بتاع لتر دي اسمه ايه؟ ده. اسمه ايه؟ ده. يبقى دي اللتر الساوند بتاعها اسمه ده. طب عايزين كمان نشوف شكل اللتر بيتكتب ازاي. واحنا قلنا عندنا كل لتر يكون ليه لتر ليه شكل كابيتال وشكل تاني سمول. عايزين نشوف الكابيتال بيتكتب ازاي. برضو تاني الانجليش بيتكتب من الشمال وبيتكتب على سطرين. نكتب لتر دي كابيتال بتتكتب ازاي؟ واحد واقف كده ما نزلش تحت السطر، وبعدين عنده بطن كبيره خالص. ده اللي هو ايه؟ الكابيتال. طب السمول، بعمل كحكه جوه السطرين وعصايا وشرطه. كمان مرة لتر دي كابيتال، واحد واقف وعنده ايه؟ دايرة كبيرة خالص. ده الكابيتال. طب والسمول، دايرة صغيرة جوه السطرين وعصاية وانزل بشرطة. ده اسمه لتر دي. كمان مرة نكتبه، واحد واقف ودايرة كبيرة. ده كابيتال. السمول، دايرة صغيرة جوه السطرين وعصاية وايه؟ وشرطة. يبقى اللتر ده اسمه لتر دي. قول ورايا كده، دي درس، دي دوك، دي دوك. اسمه ايه؟ دي. طب والساوند بتاعه اسمه ده ده. طب يلا كمان مع بعض نحل مع بعض كده السؤال ده. اسمه رايت ذا لتر. رايت ذا لتر يعني اكتب الحرف، اشوف الصوره واكتب اللتر بتاعها. انا بقى عشان شاطر هكتب اللتر بتاعها كابيتال وسمول مع بعض. طيب دي صوره ايه؟ دوك. اخدنا اللتر بتاعها اسمه ايه؟ دي. يلا نشوف دي تاني بيتكتب ازاي. واحد واقف وعنده ايه؟ دايره كبيره. طب وسمول، دايره جوه السطرين وعصايا وليها شرطه. طب دي صوره ايه؟ صوره اند. اخدناها كانت صاحبه لتر ايه؟ كانت صاحبه لتر ايه. برافو. يلا نكتب لتر ايه مع بعض. واحد طالع، واحد نازل، وفي النص شرطه. ده الكابيتال. طب وسمول، سمول كده دايره جوه السطرين وايه؟ وشرطه. ده اسمه لتر ايه. خدنا ايه؟ اند.
طب يلا تاني نشوف احنا خدنا لتر ايه النهارده. خدنا لتر دي. خدنا لتر ايه؟ دي. ماشي. لتر دي واحد واقف ودايره ايه كبيره، ده كابيتال. وكمان السمول دايره جوه السطرين وعصايا ولها ديل. طيب مين هم اصحاب بقى الكلمات بتاعتهم؟ دي دريس، ودي دك، ودي دوج. دول اصحاب ايه؟ لتر دي. يبقى اللتر اللي خدناه النهارده لتر دي. شكرا.